مرحبا يا سيد تمام. اهلا، شو القصه؟ حضره المديره عم تسرق لنا ساعاتنا. معقول؟ نعم. عم تعترفي؟ نعم. وكم ساعه صرت سارق على اليوم؟ 64 ساعه. كذابه يا سيد تمام. اه، انا المديره بتقول عني كذابه؟ ايه، لانه بحيسن وانا لوحدي سرقت لي 40 ساعه. انا سرقت لي 56 ساعه عدا عن ساعات بقيت الاساتذه. وليش عم تسرقي الساعات كلها يا حضره المديره؟ ساعه تتخلي. اه، على بينا الاستاذ بكان معيش وطعمي خبز، من وين عم بتجيبوا فلوس لا تدفعوا ثمن هالساعات كلها؟ نحن يا سيد تمام اساتذه متعاقدين مع الدوله ومنقبض على الساعه. ايه، فحضره المديره بتسرق لنا ساعتنا وبتعطيهم لقرايبينا بالمدرسه تيقبضوا اكثر منا. اه، سرقة ساعات دراسيه. انا يا سيد تمام مثلا بيطلع لي 250 ساعه بالسنه، مش عم تترك لي منهم الا 50 ساعه، وال200 بيروحوا لقرايبينا. اه، عم تسرق املاك الماما. هلا فرجيكي دقت ساعتك. الو الو، نعم اكيد، مع السلامه ويعطيكم العافيه، بدي اخذ اجراءات بحقها. شكرا سيد تمام. اهلا حضره المديره، الله معك، مع السلامه. اجاني تليفون وكانت اجت ساعتي. مع السلامه ويعطيك العافيه. شكرا شكرا سيد تمام. سيد تمام، حضرتك معك ساعة؟ أكيد ولو. بتجي نقضيها سوا؟ سيد تمام، أنا بموت فيك، بموت برجوليتك، شنبك بيقتلني، أنت رجوليتك رائعة، عندك صوت هيك ملوى بيملي الدنيا. سيد تمام.